عبد الرحمن أبو المكارم. تاريخ والسؤال هو: حاكم أيوبي استرجع القدس من الفرنجة في عام 1244، فمن هو؟ حاكم أيوبي استرجع القدس من الفرنجة في عام 1244 ميلادياً، فمن هو؟ 6 ثواني. أحمد كامل إجابتك. صلاح الدين. صلاح الدين 1244 كان مات. أحمد كامل إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ زينة. نجم الدين أيوب. إجابة إيه؟ خطأ. برافو عليك، إجابة صحيحة. الصالح نجم الدين أيوب فعلاً هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا زينة، 10 نقط، وبكده النتيجة 20 سيدي جابر، 10 عبد الرحمن أبو المكارم.